لكن احنا مصممين ان الفتره الانتقاليه تنتهي وتقوم بعدها انتخابات، الشعب السوداني يختار من يحكمه. احنا كلنا زي ما انا ذكرت قبل كده، الظروف والانتفاضه الشعبيه هي اللي خدتنا نحن. احنا موجودين من قبل كثير من الناس اللي انضموا هسي للحراك ولا للتغيير. احنا قاعدين وشهود وشايفين الحال كان حاصل في البلد. انا شغال لي 41 سنة في القوات المسلحة، حمت كل أصقاع السودان وأصبت ستة إصابات موجودة. ما بتشرف أصلا أني أجلس لي مع ناشط والله أجلس لي مع شخص يشكك في ولائي لهذا الوطن، ولا بتشرف كأنه واحد يقول أنا بخصم من رصيده الشعبي. ده كلام محزن وكلام مخزي، وما كان شخص يتوقع أنه يصدر من شخص مسؤول في هذه الدولة. نحن كلنا شركاء في هذا الهم وشركاء في التغيير، ومؤمنين بأنه نحن حنغير هذه البلد، وحنغير العقلية حقت الناس اللي دارين يستغلوا الشعب السوداني، وحنغير عقلية كل زول ممكن يتخيل انه ممكن يسوق الناس بالخلا. نحن ما في زول ثاني بسوق له زول اصلا، سواقة عمياء، الناس كلها واعية والناس كلها مفتحة والناس كلها عارفة الحريصين على الانتقال منه.